وفي أخبارنا الدولية، أدى جو بايدن اليمين الدستورية اليوم ليصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية. وأقسم بايدن على الإخلاص في أداء عمله كرئيسا للولايات المتحدة. ودعا جو بايدن في كلمة عقب القسم إلى الوحدة، متعهدا بإلحاق الهزيمة بنزعة الاعتقاد بتفوق العرق الأبيض وبالإرهاب الداخلي، مشيدا بيوم الأمل وانتصار الديمقراطية، متفائلا ببداية جديدة بعد فترة من المرارة والانقسام الحاد. كما أدت كاملا هاريس اليمين الدستورية نائبة للرئيس 46 للولايات المتحدة، وحضر المراسم الرؤساء السابقون جورج دبليو بوش وباراك أوباما وبيل كلينتون.